المشاهدين أهلا وسهلا بكم. الشبكة الكندية العربية بترحب بكم ومع تغطية للاحتفال بالمناسبة 50 لتأسيس الاتحاد العربي الكندي في كندا. طبعا الاتحاد العربي الكندي ابتدى بمجموعة من النشطاء السياسيين من 50 سنة لما كان عدد المقيمين العرب في كندا حوالي 80,000 واحد فقط. دلوقتي احنا بنتكلم على اكتر من 1.5 مليون عربي، وطبعا محتاجين خدمات كتيرة جدا ومحتاجين يبقى لنا دور سياسي واقتصادي واجتماعي في كندا. اهلا وسهلا بكم وخليكم معانا نشوف اللقاءات الحصرية مع الشبكة الكندية العربية. أعزائي المشاهدين، وطبعا كان من أهم الحضور الأستاذ نور القدري رئيس الجمعية الكندية العربية. أستاذ نور أهلا بيك معانا، وإحنا ياريت حضرتك تدينا فكرة عن الحدث المهم اللي إحنا بنحضره النهاردة. شكرا. أول شيء بتشكر الشبكة الكندية العربية على هذا المجهود. نحن في الاتحاد العربي الكندي مجموعة جمعيات عربية من كل المقاطعات الكندية، ونحتفل بالذكرى 50 لتأسيس الاتحاد العربي الكندي، ونحن ننظر إلى المستقبل بخطة استراتيجية جديدة للعمل على رفع اسم الجالية العربية ومن ثم الانطلاق نحو قمم لم نصل إليها من قبل. تمام. هل حضراتكم أي توجه في المستقبل بطموح معين، مشروع معين أو هدف معين أنتوا بصدد أن أنتوا تحققوه أو الوصول إليه؟ هنالك عدة أهداف كجزء من الخطة الاستراتيجية إلى المستقبل. سيكون عندنا مجلس إدارة جديد في الشهر القادم، من ثم سيكون هنالك انتخابات لمجالس إدارة محلية في جميع المناطق القندية التي يوجد فيها تواجد للجالية العربية. نحن في صدد التواصل مع جمع أكبر من الجاليات العربية والجمعيات لتنضوي تحت اسم الاتحاد. بدأنا منذ 6 أشهر ك17 جمعية، اليوم نحن 21 جمعية ولدينا 6 جمعيات قدمت طلباتها للانتساب إلى الاتحاد العربي الكندي. نحن نسعى لأن نكون أكثر مع الجراس روتس أو ما يسمى بالناس على الأرض وعلى التماس المباشر وعامة الشعب. فنحن في صدد فتح المجال ليكون هنالك عندنا عضويات على المستوى الشخصي وليس بقى على المستوى الجمعيات. في صدد التواصل مع المؤسسات الطالبية، سيكون هنالك فرع للاتحاد العربي الكندي كاف ستودنتس. سنسعى جاهدين أيضا للتطلع إلى شؤون المرأة، ويكون هنالك فرع لكاف وومن. سيكون هنالك أيضا تطلعات مستقبلية للعمل مع الجاليات الأخرى الإثنية والتي سنتواصل معها على القاسم المشترك، إن من ناحية الهجرة أو الجنسية أو التواصل مع الحكومة الكندية أو المواطنة أو ما إلى ذلك من أمور تختص بحقوق الإنسان وكل الأمور التي تعنى بالكنديين العرب على هذا المنوال. سيكون هنالك أيضا مجموعة من الناس التي ستتواصل مع السياسيين الكنديين تحت عنوان كاف أدفوكاسي، وهذا من شأنه أن يرفع بتمثيل الجالية العربية على مستوى الأشخاص في كل مجالس الإدارة الحكومية، إن كان على المستوى الفدرالي أو المقاطعات أو البلديات. لدينا أجندة كاملة متكاملة نتطلع إلى
إلى المستقبل في السنين الخمسة المقبلة في خطة استراتيجية واضحة ذات أهداف عملية وعملانية نريد أن نحققها. ونشكركم جزيلا على هذا على هذه المقابلة. We're going to have individual memberships as part of the Canadian Arab Federation with professional organizations that is going to shape our future. We're going to have a CAF students branch, a CAF business council, CAF assets and CAF funding, CAF women issues and CAF outreach. And all of those are going to be under the same umbrella, and we are going to need each and every one of you to help us. أعزائي المشاهدين, ونحن الآن في استضافة سعادة السفير نبيل معروف, سفير دولة فلسطين. أهلا سيادة السفير. أهلا بك يا سيدي, احتراماتي. منور حيك الاحتفال بالمناسبة الخمسين للكاف. يعني حيك شرفنا, وتقول لنا يعني هل الكاف قايم بدوره من وجهة نظر القضايا السياسية لدولة فلسطين أو بصفة عامة للدول العربية كلها؟ يعني أولا أنا بحب أهني الدكتور نور رئيس الجديد للكاف على بهذه المناسبة, وبطبيعة الحال بنتمنى لهم التوفيق. يمكن الكاف لحد هلا ما قامت بالدور المطلوب منها, لكن أحلام الناس وآمالنا كلنا سواء كان فلسطينيين أو عرب ككل إنه تستطيع الكاف إنها تخلق اللوبي العربي اللي بيستطيع يأثر في الساحة الكندية, وهذا ما ممكن يجي إلا من خلال إنه الناس emerge in the new society, في المجتمع الجديد, ويصيروا فعلا كنديين, لكن بعد ما ياخذوا مواقع يستطيعوا أنهم يخدموا بلدانهم. إحنا عندنا أمل كبير أنه الكاف تستطيع أن توجه الناس نحو خلق مؤسسات كبيرة وأساسية يتعاون فيها كل أبناء الجالية العربية من أجل خدمة القضية العربية واللي على رأسها قضية فلسطين. هل سعادة السفير حضرتك تؤمن بمستقبل أفضل للعرب في كندا؟ لازم أؤمن, ما بصير ما أؤمن, بس حتى يتحقق ذلك يريد جهد ويريد تضحية ويريد عطاء. معلش أنا بدي أعطي مثل. أبولا رئيس الوزراء ترودو اجوا عليه مجموعة فلسطينيين مشان يقولوا له يساعدهم مشان فلسطين, فهو قال لهم ما تحكوا لي عن فلسطين لأنه أنا بعرف عن فلسطين أكثر منكم, بس حتى أنا أقدر أساعدكم لازم تقولوا لي قديش أنتم بتساعدوا الحزب, قديش أنتم بتتبرعوا للحزب, قديش أنتم بتجيبوا أعضاء جديد. معنى ذلك أنه على الجالية العربية إنها تنصهر في داخل المجتمع الجديد وتدخل في الأحزاب وتبني فيها حتى تقدر تتمكن من الحياة وتوصل وتقدر تحقق. وأنا بقدر أقول لك أنه بيقدروا يحققوا نتائج كتير كبيرة. أعزائي المشاهدين, برضو من القامات اللي كانت حاضرة معنا هذا الاحتفال, الاحتفال الخمسين للاتحاد العربي الكندي, الأستاذ عاطف قبرصي, بنرحب بك. أهلا, شكرا. حيك تعرفنا عن نفسك؟ أنا أستاذ اقتصاد في جامعة ماكماستر ورئيس سابق أمين تنفيذي لمنظمة الأسكوا, اللجنة التنفيذية لغرب آسيا في الأمم المتحدة. اهلا وسهلا بك يا فندم. وطبعا الاتحاد العربي الافريقي, الاتحاد العربي الكندي, اسم يعني علم في سماء كندا والمجتمع العربي, ولكن نحب نوضح للمشاهدين دور الاتحاد على مستوى المجتمع. يعني هذه المناسبة الخمسين لتأسيس هذا الاتحاد الذي كان واضحا جدا منذ بدايته بظلة تجتمع تحتها
جميع النوادي والمؤسسات العربية في كندا العاملة لرفع صوت العرب والدفاع عن قضاياهم وعن تأسيس علاقات أساسية وفاعلة بين الجاليات وبين المجتمع الكندي. الاتحاد كان المرجعية التي يعود جميع الفئات والمنظمات والإعلام إليها عندما يحتاج أحد منهم عن توضيح للموقف العربي أو لردود الفعل العربية في كندا على بعض المواقف. فهذا الاتحاد كان الأبرز والأقوى والأفعل والصوت الأعلى في الدفاع عن القضايا العربية وعن المصالح العربية، ولم يقتصر دوره على الدور السياسي، ولسنا نحن جالية لها شأن واحد أو اهتمام واحد. نحن أيضا نهتم بالدفاع عن الحقوق والمواطن وعدم التمييز وعلى قدرته على الدخول إلى أسواق العمل بدون أي عائق، وكذلك إيجاد المؤسسات العاملة التي تقدم الخدمات الإنسانية للمهاجرين ومن اللغة ومن معرفة طريقة التعامل والمعاملات والعمل مع المؤسسات الحكومية. نعرفهم بالمجتمع الكندي تماما. طبعا أعزائي المشاهدين، الدور الإعلامي في الأحداث اللي بيحضرها العرب في كندا مهم جدا، وإحنا بدورنا كشبكة كندية عربية لينا لقاءات مع زمايلنا في الإعلام، ومعنا طبعا الإعلامي الكبير الأستاذ محمد هارون. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ محمد. لو تقول لنا من وجهة نظر الإعلام، إيه دور الاتحاد الكندي العربي في المجتمع الكندي؟ صديقي شكرا لوجودكم للتغطية معنا، وهذا طبعا يعني أنا جزء منكم وأنت جزء مني لخدمة أي تجمع عربي جاليوي ينطق العربية وبالتالي يقدم خدماته لأبناء الجالية العربي. أنا سعيد اليوم لعودة الكاف للساحة بعد غياب لظروف لا يجالها أحد، لكن الآن الحمد لله بدت الفعاليات والانطلاقة. يهمنا كما تعرف أن يكون هناك تجمع للجميع، يعني إحنا جالية عربية، الكل بتعامل معنا في كندا إنه عرب، لكن طبعا لا يعني أنه ذلك نلغي النادي الفلسطيني والنادي الأردني والنادي المصري والآخرين، لكن هذا التجمع الكبير اللي اسمه الكاف الاتحاد العربي الكندي مهم جدا، لأنه يجمع تحت مظلته كل هذه التجمعات وبالتالي يقودها وينطلق بها، وعندما تكون كتلة واحدة تستطيع أن تكون شيء ما بين هذه الجاليات. بدون شك التمثيل النسائي في الحدث المهم دون الاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس الاتحاد الكندي العربي. معنا نرجس، ممكن تعرفينا بنفسك؟ اهلا وسهلا، اسمي نرجس الازرق، انا هو التريجرر بتاع كنديان عرب فيدريشن، واليوم بنحتفل بالحفل 50 بتاع كنديان عرب فيدريشن. اهلا وسهلا بيكي نرجس. طيب الكنديان عرب فيدريشن بيمثلك ايه؟ What does it look for you? It's an organization that helped the Arab community to succeed, to be engaged, and to be very successful within the Canadian culture.
فتحي أبو فرح محاسب قانوني Chartered Personal Accountant في ميسيساغا، بنقدم خدمات تدقيق ومحاسبة وضريبة. أهلا بك أستاذ فتحي، وحيك النهاردة مشرفنا في الاحتفال بالمناسبة 50 لتأسيس الاتحاد الكندي العربي. بالنسبة لك الاتحاد الكندي العربي بيمثل إيه؟ صراحة احنا بيشرفنا وجودنا في بهالاحتفال هذا، والاتحاد العربي الكندي من أوائل المؤسسات العربية اللي تأسست، وكان لها دور قوي ووجودها قوي في عملية إبراز المشاكل وإبراز القضايا العربية اللي بتهم الجالية العربية في كندا. فإحنا كنا فرحين جدا في وجوده وتأسيسه ونشاطاته ووقوفه الرائع مع قضايانا المصيرية. خليل رمال، مستر خليل، انا عارف ان حضرتك كان عندك بوزيشن ك ام بي بي لندن اونتاريو، مظبوط؟ Yes, I was the MPP for two terms from 2003 to 2011. تمام، نبتدي من هنا. يا ترى حضرتك كسياسي والاتحاد الكندي العربي، ايه نقط الالتقاء ما بين الاثنين؟ طبعا انا بعتبر الجاليه العربيه جالي مهمة في كندا، ولعبت وما زالت تلعب دور إمائي واجتماعي واقتصادي مهم لبناء مقاطعة أنتاريو وبناء كندا. فهل طبعا الكاف هي الرابط لكل الجاليات العربية بعضها البعض، وتلعب دور استراتيجي ومهم لتفعيل دور الجالي على مستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في كندا. بنشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا للتغطية للاحتفال بالمناسبة 50 على تأسيس الاتحاد العربي الكندي في كندا، ونتمنى أن احنا نكون نقلنا لكم جانب من تأثير ووجود العرب بصفة عامة في كندا. خليكم معنا دايما لمتابعة كل ما هو جديد مع الشبكة الكندية العربية كان. شكرا جزيلا.